الحكاية ابتدت بصفحة اتكتب فيها تاريخ كمل لخمسة وعشرين سنة بفكر دايما سابق واسمه طول عمره فارق. أسطورة اتكتبت وأمجاد اتحققت مع نجوم طلعوا وطلعنا معاهم، ومهما الوقت يعدي واقفين في ظهرنا. وبعد 25 سنة الصفحة اتقلبت، بس الهدف واحد، إننا نفضل المجلة رقم واحد. ريبراندنج فكرة طبعاً يعني ناجحة جداً وعالمية، خصوصاً لما يكون في نجاح استمر 25 سنة لازم يبقى في فيجن جديدة، وده اللي بيحصل دلوقتي. أنا شايفه إحنا موجودين هنا النهاردة عشان نصور وعشان نعمل الانترفيو ده وعشان نتكلم عن الريبراندنج بتاعي. التاريخ اللي اتكتب ده كان مجرد بداية، واللي جاي هنفضل سابقين فيه.